بدأ احنا ابتدينا بنطلب الاستقلال، احنا متخلفين او محتلين بنطلب الاستقلال، الجيل اللي بعدنا احنا متخلفين وبنطلب بعض التقدم، لكن الجيل اللي حاضر موجود قدامي دلوقتي هو جيل نشأ مع عالمه ومع عصره وهو يتقدم معه، ثم عنده الجسارة، عنده جسارة، مش الإحباط اللي كان عندي ولا كان عند الناس التانيين قوي، ولا الخوف بالبوليس، ولا تعرف الدولة البوليسية اللي عندك حجمها شكلها ايه. عايز اقول لك حاجة برضو، انا كنت يعني عايز اقول لك انه قبل دايما يقاس قبضة البوليس بالارقام، كم في كم رجل بوليس لكل كم مواطن. قبل الثورة في مصر كان في رجل بوليس واحد لكل 120 مواطن، بعد الثورة طول فترة الثورة 23 يوليو زادت واحد، بمعنى انه بقى فيه عسكري بوليس واحد 119 واحد 119 119 وبعدين بقى فيه دلوقتي عسكري واحد لكل 42 مواطن. في ايران كانت واحد، حتى في السافاك عند وقت الشاه ايران السابق كان واحد 47، فاحنا تفوقنا على كل العالم في القبضة البوليسية ما شاء الله، متفوقين جدا. طيب الجيل ده ممكن يبقى محتاج مننا ايه في اللحظه الانيه يا استاذ زيكل؟ وده سؤال الاخير. شوف الجيل ده لوحده يطمح بي يذهب بيه الطموح الى حد الجموح، وانا مش عايز ده. انا عايز لما تطلع حقائق ما كان يجري وتطلع وتحاول ترسم صوره للمستقبل، وفي نفس الوقت لا تتعطل اللحظه الراهنه، هذا الجيل يستطيع ان يشارك. اما كنت بقول مجلس امناء دوله ودستور، لازم يخش فيه شباب، لازم تدي الفرصه لحياه سياسيه ولحوار. يا اخي انا داخل بنتكلم في صياغات اربع خمس مواد في القانون يا سيدي، الحقيقه ينبغي ان تسبق الصياغه، والا اذا كنت بتتكلم هو انشا ولا نصوص قانونيه؟ انا النصوص لا تعني قيمه النصوص بمقدار ما تعبر عن حاجتين، بمقدار ما تعبر عن حقيقه وبمقدار ما تعبر عن حق، وإلا ما بيش معنى النصوص. فهذا الجيل اللي انت بتتكلم عليه أنا عايزه في مجلس أمناء الدولة والدستور، عايزه في الوزارة، عايز ناس يخشوا، شباب يخشوا، شوف مين منهم ينفع في الوزارة، عايزه موجود في نظم نفسه، هيجي له فرصة لو أتحت فرصة للحوار والتنظيم. ما فيش حوار قبل صياغة مواد بتعدلها في الدستور، لازم في حوار. إذا كان في حوار هذا الجيل هيخش ويشارك، يمكن يعملوا أبص لي قدامي أحزاب شباب، لكن إدي فرصة من الحاجات المهمة صحيح جدا صحيح. إدي فرصة مفتوحة وفيها رواسي تطمئن وبص قدامك بأمل. شكرك أستاذ زكي، شكر جدا جدا، شكرا، تصبحوا على خير.